الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان الوفاء خلق الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. قال ربنا جل وعلا: ام لم ينبه بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى. وهكذا كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كان وفيا بزوجته حتى من مات في حياته. وفي ذلك يقول ربنا جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فلا بد من الإعتزاز بجميل المرأة التي تخدمك وبزوجتك التي تربي ولدك، بهذه المسكينة التي تسهر على راحتك. لا بد أن يكون هناك سكنا ومودة ورحمة بينك وبين زوجتك، بهذا تستقيم الحياة. فإن الأسرة هي اللبنة الأولى من بناء المجتمع، هي اللبنة الأولى في بناء هذا المجتمع الإسلامي. لذلك حرص الشرع الحنيف على تقوية أواصر المودة والمحبة بين الرجل وزوجته. فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. إن رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علم الأمة كلها كيف يتعامل الرجل مع زوجته. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ذات يوم تجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا برسول الله يسمع طارقا يطرق الباب ففزع رسول الله، فارتاع رسول
وصدقتني إذ كذب للناس وواستني بنفسها ومالها إذ حرم للناس ورزقني الله منها الولد والله ما أهدلني الله خيرا منه. عيب للناس جميله ورد لهم حقهم واحسنوا الى من احسن اليكم واشكروا الى من قدم اليكم اليكم معروفا فانه لا يشكر الله بل لا يشكر الناس. اللهم اغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا ولكلنا لهم فضل عليهم. اللهم اغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا ولكلنا لهم فضل عليهم. اللهم اغفر لنا ولابائنا ولامهاتنا ولكلنا لهم فضل عليهم. اللهم احسن الى من احسن الينا وتجاوز اللهم عمن اساء الينا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعد الى مصر الامن والامان والسكينه والاستقرار. اللهم اعد الى مصر عزها ومجدها وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد مصر بلاد المسلمين بخير فارزقه بكل خير ومن ارادها بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيدهم في احده واجعل تدبيرهم في تدبيره. اللهم اجعل الدائره عليهم. اللهم لا ترفع لهم غايه ولا تحقق لهم غايه واجعلهم للناس عبره وغايه واجعل لهم ما كلهم زي